طيب يلا بسم الله نبدأ. يلا كده مع بعض نشوف السؤال الأول. طبعا احنا وقفنا أمس لحد السؤال رقم 8، الحين بنبدأ في السؤال رقم 9. طيب، لتكن A و B و C ثلاثة أعداد غير صفرية. غير صفرية دي بتحتمل إن هي تكون أعداد سالبة أو أعداد موجبة. العددان سالب 2 A أس 4 B أس 3 C أس 2، تمام، والعدد الثاني 3 A أس 4 B أس 3 عفوا 3 A أس 3 B أس 5 C أس سالب 4، تمام، لهما نفس الإشارة. العدد الأول اللي هو العدد الأول ده والعدد الثاني ده بيكون لهم نفس الإشارة، يعني لو الأول سالب يبقى الثاني بيكون سالب، ولو الأول موجب الثاني بيكون موجب. بيقول أي من العبارات التالية بالتأكيد صحيحة. طيب، طالما أن العددين لهم نفس الإشارة نستنتج إيه؟ نستنتج لإما العددين بيكونوا بإشارة سالب، لإما العددين بيكونوا بإشارة سالب أو إشارة موجب. برضو نستنتج حاجة تانية، إيه هم؟ لإما ضرب العددين يديني عدد موجب، لإما قسمة العددين برضو بيديني عدد موجب، صح؟ لأن سالب ضرب سالب بموجب، وموجب ضرب موجب موجب، ممكن تكون بالقسمة أو ممكن تكون بالإيه؟ بالضرب. طبعا الأسهل عليا إن أنا أقسم. تعالى كده يلا نقسم مع بعض. يلا أول حاجة طبعا بنقسم العدد الأول اللي هو كام عندي؟ سالب 2 A أس 4 B أس 3 C أس 2، تمام. قلنا الأبسط بالنسبة، طبعا مش هتفرق يا شباب القسمة أو الضرب، بس قلنا يعني الأبسط بتاع بناخد بنشتغل على القسمة اللي هو 3، تمام. العدد الثاني اللي هو عبارة عن A أس 3 B أس 5 C أس سالب 4. طمنوني بس يا شباب الصوت والصورة واضحة ولا في مشاكل؟ اللي معانا في البث يا شباب يدينا أي مؤشر الصوت واضح والصورة واضحة، كله تمام؟ كمل يا شباب أكمل. احنا زي ما قلنا طالما ان العددين لهم نفس الاشاره، ده معناه لا اما خارج قسمه العددين، لا اما حاصل ضرب العددين بيديني عدد موجب. ده معناه، واحنا خدنا الابسط اللي هو القسمه لازم تكون اكبر من الصفر لانها بتكون عدد ايه؟ موجب. طيب ممتاز، يلا خلينا نقسم. طبعا هنا سالب 2 على 3 ما في اي عامل مشترك بينهم، فبتنزل زي ما هي، ادي هنا سالب 2 وادي هنا 3 تحت. طيب في حالة القسمة يا شباب بنعمل إيه؟ ما بيكون عندي أساسات متساوية، بنعمل إيه في الأسس؟ يعني إحنا هناخد هنا A أس 4 مع A أس 3. طيب ممتاز، في حالة القسمة بنطرح الأسس. طيب يبقى هنا بيديني هنا A، تمام. ما بنطرح 4 ناقص 3 بيديني A أس 1، خلاص يبقى هنا سالب 2 A، ممتاز. في بعد كده عندنا B أس 3 نفس الكلام، وفي عندنا B أس 5 تحت، يبقى الجواب بتاعهم بيكون B أس 2. مكان الأس الكبير بنطرح، يبقى هنا بي أس 2، تمام. طب هنا سي أس 2 وهنا سي أس سالب 4، طيب برضو بنطرح الأسس، يبقى هنا طبعا بنكتب الحرف مكان الأس الكبير وبنبدأ نطرح، نقول 2 ناقص ناقص 4 يبقى بيديني هنا سي أس 6. طيب ممتاز. طبعا كل الكلام ده لابد أنه يكون أكبر من الصفر، لأن عندنا هنا يا شباب لهم نفس الإشارة. طيب ممتاز، يلا كده نبحث الإشارة بتاعت حد حد. أول هام طبعا أدي سالب 2 على 3 بالفعل هو ده كمية سالبة. في عندك هنا سي أس 6، طبعا إذا كان الأس إيفن أو زوجي دايما الناتج بيطلع موجب، وبرضه بي أس 2 عندي الأس هنا زوجي دايما الناتج بيطلع موجب، يبقى معنى كده إحنا هنشتغل على إيه الآن؟ هنشتغل على الإيه. طيب أنا عايز الكسر، خلاص يبقى إحنا طمنا إن الجزء ده موجب وكمان البي تربيع موجب، يبقى احنا بقلنا سالب 2 على 3 هي بالفعل سالب، المفروض A دي تكون إيه عشان يعني إشارتها إيه بالظبط عشان تديني، ما بنضربها في سالب 2 على 3 ضرب الـA يديني عدد موجب، يبقى هو الاختيار E اللي هو A أقل من صفر. إيه أقل من صفر؟ يعني سالب. طيب يبقى هنا أدي هنا تطلع أدي سالب 2 على 3، تمام؟
واحنا قلنا ان الاي بتكون اشارتها سالبه. طب اما بنيجي نضرب سالب ضرب سالب طبعا بيديني عدد ايه يا شباب؟ موجب. واضح؟ واضح دي بالنسبه للفكره الاولى بتاعت النهارده. تمام؟ واضح تمام. نشوف الفكره اللي بعديها. ها نشوف الفكره اللي بعديها يا اخوان. اي مؤشر بس عشان احس ان في تفاعل معايا. تمام. طيب ممتاز. يلا كده نشوف الفكره اللي بعديها. طبعا دي فكره مركبه ومحتاجين يعني. طيب الناس المشاركه معايا شباب في البث بديكم دقيقتين تجروها كويس وتحاولوا فيها، وانا معاكم ان شاء الله باذن الله نحلها مع بعض. دقيقتين معانا نفكر فيهم يا اخوان. لو توصلتوا للحل قبل الدقيقتين يا اخوان اعطوني برضو مؤشر. تمام. في احد المشاركين يقول 6. طيب خلينا نشوف كده الجواب مع بعض. هنقراها بهدوء كده تاني يا شباب بس ان شاء الله يكون الخط واضح. حدد محمد النقاط الموجوده اللي هي نقطه A وB وC and D بهذه الترتيب بهذا الترتيب على خط مستقيم كما هو مبين في الرسم ادنى. المسافه بين النقطتين A وC. طبعا مهم خالص في الاشكال الهندسيه ان احنا بنطلع البيانات يا شباب اللي هي في المساله الكلاميه دي نطلعها على الشكل. طيب هو مديني هنا ايه؟ مديني هنا الطول اللي هو الاي سي ده المحدد باللون الاسود من اول اي لحد السي. مديهولي بطول اسمه كام يا شباب؟ الطول ده اسمه 12. يبقى الطول ده اسمه كام؟ 12. كويس. يبقى عندي الطول من الاي الى السي ده طوله 12. تمام. والمسافه بين النقطتين بي ودي اللي هي المسافه اللي تحت دي لو خدناها ديت من هنا من اول البي لحد الدي اللي هو باللون الوردي ده، المسافه دي كام يا اخوان؟ 18. المسافه دي مقدارها 18. كويس ممتاز. ايه اللي حصل بعد كده؟ بيقول هنا ما المسافه بين نقطه منتصف الاي بي تمام ونقطة منتصف القطعة سي دي. طيب أنا لو هفترض إن في عندي هنا نقطة منتصف، النقطة في المنتصف بين النقطة ها A وبين النقطة B وليكن إحنا هنسميها هنا نقطة الـ A. تمام. وهنفترض برضو إن في نقطة هنا في المنتصف بين النقطة C وبين النقطة دي وليكن النقطة F. ممتاز. الآن أنا عايز أجيب المسافة من النقطة E إلى النقطة إيه يا شباب؟ من النقطة A إلى النقطة F. طيب نركز كده مع بعض. أنا لو فرضنا يا شباب إن البعد ده بين البي وبين السي إكس، نفرض إن البعد ده يا إخوان يمثل إكس، مجهول، قيمة مجهولة. تمام؟ كويس. طيب لو حبيت إن إحنا نجيب الـ AB، مش هنجيب الـ AB كلها، لا إحنا هنجيب نص المسافة لأنه عايز أجيب البعد بالنص المسافة هنا. اللي هو هنجيب البعد اي بي وهنجيب البعد برضه سي اف وبعد كده نجمعهم مع اكس بيديني المسافه. طيب يلا كيف نجيب الاي بي؟ ادي احنا عايزين الان نجيب هنا البعد بين النقطه اي او طول
القطعة المستقيمة اي بي. طب طول القطعة المستقيمة اي بي هو مش مديني معطي يا شباب ان البعد بين الاي والسي كله 12؟ كويس، يبقى نقول 12 تمام. ناقص المسافة اللي احنا فرضناها هنا باكس، يبقى ناقص كام؟ اكس. بس لا، هنقسمها على 2 لان هو منتصف المسافة، فبنقسم هنا على 2 تمام. يبقى احنا جبنا هنا البعد بين الاي والبي طلع 12 ناقص اكس على 2. نفس الكلام برضو هنجيب البعد سي بي، نفس الكلام بنجيب هنا البعد سي سي عفوا اف سي اف، ادي هنا سي اف يساوي، يلا بنفس الطريقه شباب اللي احنا جبناها في القطعه المستقيمه الاولى. يلا احنا في عندنا الطول بتاع القطعه اللي باللون الوردي ده كله كام؟ 18. كويس، ادي 18. هننقص منه القطعه اللي في الوسط اللي هي البي سي اللي احنا فرضنا طولها بكام؟ باكس. وهو طالما ان عايز منتصف المسافه فبنقسم هنا على كام؟ على 2. ممتاز. يبقى اصبحت المسافه عندنا الاي للاف مكونه من 3 مسافات يا شباب. بهدوء كده هنقول عندنا هنا اي اف هتساوي، ده طبعا القطعه المطلوبه. يلا الجزء ده احنا لسه جايبين الجزء ده اللي هو الاي بي طلع بكام؟ ب 12 ناقص اكس على 2 تمام. طيب يلا هنضيف لها القطعه الثانيه، القطعه الثانيه اللي هي عباره عن ايه يا اخوان؟ اللي احنا فرضناها من الاول اللي هي عباره عن اكس تمام، زائد نص القطعه الثالثه اللي احنا جبناها من هنا يا شباب اللي هي كام؟ 18 ناقص اكس مقسوما على كام؟ على 2. طبعا عندي هنا 3 قصور يا شباب. هل الثلاث قصور دول كده مؤهلين ان احنا بنجمعهم على طول؟ ها، حد عنده جواب؟ مؤهلين ان احنا بنجمعهم على طول يا شباب، ولا لازم نعمل فيه شرط اساسي لجمع القصور؟ مين يشاركني في الشرط ده او يبعت لي رساله؟ الشرط الواجب توافره اذا تم جمع او طرح كسرين او اكثر. في شرط اساسي، ايه هو الشرط الاساسي؟ طيب الشرط الاساسي هو ان احنا بنعمل عمليه توحيد مقامات، هنعمل عمليه توحيد مقامات. الاكس دي ملهاش مقام، يبقى مقامها واحد. طبعا المقام هنا 2 والمقام هنا 2، يبقى احنا برضو بنوحد المقام بالنسبه للكسر ده ان احنا بنضرب فوق في 2 وتحت في كام يا شباب؟ في 2. ويلا كده طبعا هنا الضرب واحد. ممتاز. يلا بعد كده نبدا عمليه الجمع ونشوف. اصبحت المقامات هنا كلها على كام يا اخوان؟ كلها على 2. يلا نبدا نجمع المتشابه، نبدا نجمع المتشابه. يلا في عندي هنا كام يا اخوان؟ في عندي هنا 12 وفي عندي 18. لما بجمع 12 و18 بيديني كام؟ 30. ممتاز، كويس. وفي عندي هنا ننتبه 2 اكس بالموجب وسالب اكس وسالب الاكس. خلاص يبقى ال 2 اكس بالموجب يبقى دول بيروحوا مع بعض يا شباب. ال 2 اكس اللي بالموجب تروح مع سالب الاكس وتروح هنا مع سالب الاكس. كويس، يعني الاكسات كلها الان وش صار فيها يا شباب؟ راحت خالص تمام. طيب خلاص يبقى الاكسات كلها راحت، يبقى الكلام ده بيساوي هيديني كام؟ 30 قسمة 2. 30 قسمة 2 بكام يا شباب؟ يديني كام؟ 15. كويس، يبقى الجواب هنا بيطلع كام يا اخوان؟ بيطلع ايه؟ نعيدها كده تاني بسرعه. هو طبعا مديني هنا، مديني البعد بين الاي سي 12 سنتي، والبعد بين البي دي كام؟ 18 سم. لو انتوا دققتوا هتلاقي ان في قطعه مستقيمه مشتركه بين الطولين الموجودين اللي هو طول اسمه بي سي وطول تاني اسمه ايه يا شباب؟ البي اي. وقال لك هنفترض ان في نقطه في المنتصف الاي بي ونقطه في منتصف القطعه المستقيمه اسمها اف سي اف. والان انا عايز اجيب البعد بين منتصف القطعة المستقيمة A B الأول وبين منتصف القطعة المستقيمة C D الثاني اللي هو نقطة F. يعني إحنا عايزين نجيب البعد من أول E لحد النقطة F. طب البعد ده مكون من 3 أطوال، نصف طول القطعة المستقيمة A B ونصف طول القطعة المستقيمة C D اللي هي اسمها C F تمام، والقطعة المستقيمة اللي إحنا فرضناها هنا اسمها B C فرضناها ب X. طيب يبقى أول حاجة طبعا هنجيب منتصف القطعة المستقيمة A B اللي هي تمثل E بي. طب كيف بنجيب الاي بي؟ احنا عندنا القطعه دي كامله طولها كام؟ 12. هننقص منها اكس المجهول ونقسم على 2 لان احنا مش عايزين نجيب القطعه اي بي، احنا عايزين نجيب منتصف القطعه اللي هي طلعت 12 ناقص الاكس على 2 تمام. نفس الكلام عايزين نجيب منتصف القطعه المستقيمه اسمها السي دي،
اللي هي السي اف، ما احنا الجزء اللي احنا محتاجينه يدخل معانا هو اسمه السي اف. فاحنا هنجيب السي اف ازاي؟ القطعه المستقيمه بي دي كامله بيساوي كام؟ 18. ممتاز. طيب ال 18 هننقص منها اكس بس، لا هنقسم على 2 لان احنا عايزين نجيب منتصف القطعه. طيب القطعه اللي احنا عايزينها هي عباره عن اي اف، الاي اف دي مكونه من ثلاث اطوار، طول الاي بي وطول البي سي وطول السي اف، وكل الاطوال دي صارت موجوده عندنا. يلا الاي اف طولها كام؟ 12. لسه جايبينها حالا، 12 ناقص اكس قسمه 2، والقطعه بي سي انا فارض طولها باكس تمام، زائد اللي هي السي اف ديت اللي هي 18 ناقص اكس على 2. طيب عشان اجمع الكسور دي كلها لابد من توحيد المقامات، المقام الموجود عندي 2 وهنا المقام موجود 2، خلاص فبضرب هنا في 2 واقسم على 2، صارت المقامات موحده. ونبدا نجمع المتشابه. لما بنجمع 12 زائد 18 يديني كام؟ 30. كويس، هنا في عندي سالب اكس وفي عندي هنا سالب اكس وفي عندي موجب 2 اكس، خلاص يبقى الجواب بيطلع صفر. يبقى هنا يديني 30 اكس على 2 بيساوي كام يا شباب؟ 15. يبقى البعد بيكون كام يا اخوان؟ 15. واضح؟ تمام؟ ها نشوف الفكره اللي بعديها يا شباب. برضو اي مؤشر يعرفني يعني ان انا هتنقل للفكره اللي بعديها. اليوم للأسف ما في أي تفاعل خالص، حتى الحضور تقريبا عندي واحد، الحضور مرة قليل. طيب نشوف الفكرة اللي بعديها يا شباب. أنا مش هروح للفكرة اللي بعديها لما يجيني مؤشر. طيب تمام اوكي، نروح للفكره اللي بعديها. طيب برضو دي فكره سهله معتمده في الاصل على التجريب، بس خلينا ندي فرصه برضو للمشاركين معانا دقيقتين يقرا السؤال، وان شاء الله يكون واضح بس الصوت والصوره، ومنتظر اي مؤشر بالمشاركه او ان نبدا، في انتظاركم.
ها يا شباب الناس المشاركين معانا، في جديد ولا نبدأ بالحل؟ برضو أعطوني مؤشر. طيب تمام، خلينا نبدأ نقرأها كده بهدوء. عندما نظر ثامر إلى عداد المياه في حمامه، لاحظ أن اللي هي الأرقام الموجودة قدامنا على الشاشة ديت، أن جميع أرقام العدد الظاهر على شاشة العداد مختلفة. فعلا كل الديجيتس الموجودة مختلفة، عندي 9 وعندي 1 وعندي 8 وعندي 7 وعندي 8، طبعا متر تكعيب. المهم طيب مختلفة، ماشي. ما كمية المياه التي سيستعملها لتصبح جميع أعداد العدد الظاهر على العداد مختلفة مرة أخرى؟ ودي طبعا في أسلوب من أساليب الحل اللي احنا بنتبعه، وأسلوب أساسي من أساليب الحل في مسائل القدرات اللي احنا بنسميها تجريب الخيارات. طيب أنا هديكم فرصة ثانية، هنبدأ نحط الرقم ده، الرقم اللي هو الظاهر على العداد اللي هو عبارة عن 9. تمام، دقيقة عشان بس المكان يكفي. طيب أنا هبدأ أشوف هنا الرقم ده كام يا شباب، أدي 9 كويس، وهنا 1، وبعد كده هنا في بوينت، وهنا في 8 تمام، وهنا في 7، وهنا في 6. ده الرقم الموجود صح؟ هبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجرب كل رقم من الأرقام الموجودة دي. تمام، يلا هديكم برضو دقيقة ان انا احط هنا 0.006 تحت الرقم ده ونبدأ نعمل عملية الجمع. لو طلعت الارقام كلها مختلفة يبقى ده الاختيار الصحيح. برضو هديكم دقيقة وتفضلوا كملوا وانا في انتظاركم. بس إذا توصلتوا الحل علموني عشان نكمل الحل. طيب تمام، يلا كده نشوف مع بعض. طب الحل هيكون A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ أعطوني برضو الحل هيكون أي حرف من دول. أي جواب من دول، أي خيار من دول يا شباب؟ طيب طب اوكي، طب خلينا كده نشوف. طيب هنفترض طبعا هنا، طبعا اهم حاجه عمليه الترتيب، يعني هنحط هنا زيرو تحت الايه، زيرو تحت الكم، الواحد، والبوينت تحت البوينت، وعندي هنا رقم كام، ها الاختيار ده هيكون عباره عن كام، زيرو تمام، وهنا كام، 6 او زيرو كمان، وهنا كام، 6. طيب يلا كده نبدا عمليه الجمع. 6 زائد 6 12، وفي اليد واحد، الواحد ده بنحطه مع الثمانية يبقى هنا كام؟ عفوا، الواحد ده بنحطه على السبعة، يبقى 1 زائد 7 8، 8 زائد 0 بيديني 8 ممتاز، وثمانية زائد صفر بيديني 8 ننزل والبوينت، ننزل البوينت، 1 زائد 0 بيديني 1، وبننزل 9. هل الأرقام بتاع العدد ده كلها أرقام مختلفة؟ لا، في عندي هنا 8 و8، رقمين زي بعض، معنى كده ان الجواب بيكون اكس. نبدأ نجرب بعد كده ايه يا شباب، خلاص هي دي نفس الفكرة، عن طريق التجريب كله نفس الشيء. يلا هنقول هنا برضو نفس الكلام، 9 1 بوينت، وهنا كام، 8 و7 و6. يلا هنبدأ نشوف الاختيار اللي هو طبعا الثاني، هنقول هنا 0 تحت الواحد، وبعد كده بوينت، وبعد كده هنا كام، ها 0 ثم 3 ثم كام يا شباب، 4، وخلينا نشوف. يلا نبدأ نجمع، 4 زائد 6 10،
تمام، صفر وفي اليد واحد، و7 زائد 3 10 و1 11 وفي اليد واحد، يبقى هنا بيديني 1 زائد 9 يديني كام؟ 9. طبعا هنا هوقف، ليه؟ لان في عندي هنا 9 وفي عندي هنا 9، فبرضه مش هتظبط معايا، يبقى في رقمين متشابهين. نبدا نشوف نفس الكلام، نبدا نشوف ايه يا شباب الخيار اللي بعده اللي هو نفس الكلام، هنحط هنا كام؟ 9 1 بوينت 8 7 6 كويس. هنبدا نشوف الخيار اللي هي 0 بوينت وهنا كام؟ 0 8 6. يلا كده نعمل عمليه الجمع، 6 زائد 6 12، 2 وفي اليد 1، 1 زائد 7 اديني 8، 8 و8 16، 6 في اليد كام؟ 1، 1 زائد 8 بيديني كام؟ 9. برضه نفس الكلام هتكون اكس، لان في عندي هنا 9 وفي عندي هنا 9. خلاص بنفس الطريقه بقى هنكمل الايه، نفس الكلام، هفضل اجرب لين ما اوصل لحل ان الارقام كلها بتكون مختلفه. يلا برضه خلينا حل، يعني ايه، نحاول معاكم مع رقم دي، 9 1 بوينت 8 7 6 تمام، ونبدا نشوف الخيار رقم 4 اللي هو هيديني هنا كام؟ 0 ها بوينت 1 3 7. يلا كده نشوف، نجمع 6 زائد 7 يديني 13 وفي اليد 1، 7 زائد 3 10 و1 11 وفي اليد 1، يبقى هنا بيديني كام يا شباب؟ 0 اللي هو 8 زائد 1 9 ومعايا 1 يبقى 10، 0 وفي اليد 1 البوينت تنزل تمام، 1 زائد 1 يديني كام؟ 2 زائد 0 2، وهنا بيديني 9. يلا كده نسوي تشيك على الرقم الناتج اللي طلع يا شباب، ايوه فعلا 9 و2 و0 و1 و3 كلها ارقام مختلفه، يبقى فين الجواب الصحيح اللي عندي؟ بيكون الجواب دي. واضح الكلام يا شباب؟ اعطوني اي مؤشر، اعيد شيء او اشوف الفكره اللي بعديها بعد اذنكم. نشوف الفكرة اللي بعديها، مسألة حلوة ومسألة كويسة، وبرضو بديكوا وقت تحلوها لي، يعني هديكوا دقيقتين نحلها مع بعض. يلا يا شباب
يا شباب نبدأ ولا في حد عنده حل؟ أعطوني برضو أي مؤشر. هيا يا شباب تاخدوا وقت زيادة ولا نبدأ في الحل؟ طيب تمام، بسم الله. تم تقسيم مريم، عفوا، تم تقسيم مربع كبير إلى مربعين غير متطابقين. أدي في عندي مربع منهم وأدي في مربع، المربعين دول غير متطابقين. تمام؟ ومستطيلين متطابقين، المستطيل اللي جاي بالعرض ده والمستطيل اللي جاي رأسي بالشكل ده. كما هو موضح في الشكل، تمام. رؤوس المضلع الرباعي المظلل، ده شكل رباعي مظلل، هي نقاط المنتصف لأضلاع المربعين، يعني الرأس دي في منتصف الضلع ده والرأس ده في منتصف ضلع المربع ده. نستنتج من كده إيه يا شباب؟ نستنتج إن الجزء اللي أنا حطيت عليه مؤشر ده هو نفس الطول بتاع ده، هو نفس الطول، لأن طبعا ده مربع واحد والمربع جميع أضلاعه متطابقة، مظبوط؟ كويس. نفس الكلام هنا، بيقول لي إن النقطة دي منتصف الضلع المربع ده والنقطة دي برضو منتصف الضلع المربع الثاني. طيب ممتاز. إذا علمت أن مساحة المنطقة المظللة تساوي 3، مساحة المنطقة المظللة دي تساوي كم يا شباب؟ 3. طيب فكم مساحة المنطقة غير المظللة؟ طيب أنا لو هنفرض أولا القطرين بتوع الشكل دول يا شباب متطابقين، صح ولا لا؟ ليه متطابقين؟ ما انا عندي النص، الجزء ده قد الجزء ده، الجزء الصغير قد الجزء الصغير، لان دول اضلاع مربع الاثنين، وهنا منتصف الضلع الاول وده منتصف الضلع الثاني، بل المنتصفات قد بعض. نفس الكلام برضو الجزء الطويل هو نفس الجزء الطويل، ده معناه ان طول القطر ده نفس طول القطر ده. فانا لو فرضنا ان طول القطر هو اكس، طول القطر هنفرض هو اكس، ممتاز. يبقى من هنا هنقول ايه؟ هنقول مساحة الجزء المظلل بمعلومية القطرين، مساحة الجزء المظلل ده قانون بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن حاصل ضرب القطرين هيساوي ميم المظلل يساوي حاصل ضرب القطرين مقسوم على 2. انا فرضت ان القطر الاول هو اكس، وبرضه القطر الثاني لان القطرين متطابقين هو اكس، يبقى اكس ضرب اكس قسمة 2، تمام؟ ده مساحة المظلل، اللي هي بتطلع كام يا شباب؟ اكس ضرب اكس بيديني اكس تربيع، اكس تربيع اوفر قسمه كام؟ 2. الكلام ده كله بيساوي كام؟ هو مديني مساحه المنطقه المظلله بيساوي كام؟ 3. ممتاز، يعني هنا بيساوي 3. طيب الكلام ده من هنا ممكن اطلع قيمه الاكس تربيع لان هنحتاجها بعدين. طبعا اي عدد ملوش مقام، مقام واحد، ونعمل كروس او نعمل مقص، نضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. اتفضل اضرب. يبقى هنا بنضرب هنا كام؟ واحد في الاكس تربيع، يبقى هنا بيديني كام يا شباب؟ اكس تربيع. كويس، يساوي كام؟ 6. ودي ان شاء الله حاجه هنحتاجها. تمام، ده كان بالنسبه للجزء الاول. يبقى الجزء الاول كيف نجيب مساحه الجزء المظلل؟ اللي هو حاصل ضرب القطرين مقسوم على 2، والاكس تديني اكس تربيع قسمه 2 يديني 3، حاصل ضرب الطرفين بيساوي الوسطين، يبقى الاكس تربيع بيساوي 6. تمام. طيب بهدوء ركز كده معايا، مش احنا عندنا الجزء ده نص طول الضلع، نص طول ضلع المربع، تمام؟ وبرضه الجزء الثاني نصف طول ضلع المربع ونصف طول ضلع الايه؟ المستطيل.
يعني الجزء ده قد ده والجزء ده قد ده، هو مجموع الجزئين اللي في القطر في الشكل المظلل ده اكس، يبقى برضه هيكون مجموع الجزئين التانيين دول هيكونوا اكس، يبقى برضه هيكونوا كام؟ اكس. يبقى اصبح الطول اللي انا بعمل عليه بالمؤشر ده مكون من جزئين، الجزء اللي داخل الجزء المظلل الشكل المظلل ده اكس، وبرضه مجموع الجزئين الجزء الصغير والكبير بيكون اكس. يبقى بنجمع اكس اللي جوه واكس اللي بره، يبقى طول ضلع المربع الكبير ده بيساوي كام؟ 2 اكس. تمام. تاني، احنا في عندنا الشكل المظلل ده في قطرين، طول القطر اللي جوه اكس، يبقى مجموع الجزئين اللي برضه الاكس ليه؟ لان ده نص، ده نص طول ضلع المربع الصغير، وبرضه الجزء الطويل نص طول ضلع المربع الايه؟ الكبير، يبقى برضه الجزء ده وده بيديني اكس. يبقى لو جمعنا اكس اللي بره ومجموع الجزئين اكس هنا بيديني كام؟ 2 اكس. طيب احنا في عندنا بعد كده مساحه المربع الكبير، احنا عايزين نجيب مساحه المربع الكبير، هو طبعا مطلوب مننا مساحه الجزء غير المظلل، يبقى هنا مساحه المربع، مساحه المربع الاكبر، مساحه المربع الاكبر كاف. تمام. طبعا مساحه المربع، ها مين معايا يقول معايا؟ مساحه المربع عباره عن حاصل ضرب الضلع في نفسه. طب حاصل ضرب الضلع في نفسه بيديني كام؟ بيديني 2 اكس ضرب، تمام، 2 اكس طول الضلع في نفسه. طب 2 اكس ضرب 2 اكس بيساوي كام؟ 2 اكس ضرب 2 اكس بيديني 4 اكس تربيع. ممتاز. يبقى احنا الان جبنا مساحه المظلل ومساحه المربع الكبير، خلاص يبقى مساحه الجزء الغير مظلل ميم، هنقول هنا ميم الغير مظلل بيكون عبارة عن إيه؟ ميم الغير مظلل، الغير المظلل يساوي، يلا هتكون عبارة عن مساحة المربع الكبير كامل ناقص مساحة الجزء المظلل. طب مساحة المربع الكبير كامل بيديني كام يا شباب؟ 4 إكس تربيع. ممتاز. تمام. ناقص مساحة الجزء الإيه؟ المظلل اللي هو طلع إيه يا شباب؟ طلع يمثل اللي هو هنا كام مساحة الجزء؟ هو مدهولي أصلا في الأصل، مدهولي هنا كام؟ مدهولي 3، صح؟ 3. طيب ممتاز. طب يلا المعادلة اللي احنا قلنا بنستفيد منها، هو مش مديني هنا اكس تربيع بيساوي 6 وانا عندي في المعادلة اكس تربيع، يلا بنعمل سبستيتيوشن او بنعمل عفوا تعويض، هنعوض عن كل اكس تربيع بالقيمة اللي احنا جبناها قبل كده اللي هي 6، يبقى تساوي 4 ضرب 6 ناقصا 3، ناقصا كم؟ 3. طب ال 4 ضرب 6 بيديني 24 ناقص كم؟ 3. يبقى الجواب بيطلع كم يا شباب؟ بيطلع 21. يبقى الجواب عندي 21. اتمنى اكون فدتكم برضه في الحصه دي، ونترككم في امان الله. مع السلامه. اي حد لو اي حد عنده استفسار قبل ما نغادر تحت امركم اتفضلوا. برضو منتظر اي مؤشر قبل ما انهي البث. طيب في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تمام تحت أمركم تفضلوا. ترى تقريبا انت ممكن تنزلي التسجيل لو انت عايزه تعملي تسجيل من البدايه، بس حاضر ان شاء الله باذن الله ننزل لكم التسجيل ان شاء الله بامر الرحمن. حاضر حاضر في امان الله.